عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد مع منارة العلم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. العيد خلص بقى، كل سنة وانتم طيبين، وعايزين نبدأ بقى بالجد تاني، نرجع لتأسيسات المنهج بتاعتنا والحاجات اللي لازم تبقى معانا نعرفها عشان نحل بيها الامتحان، وكمان شرح المناهج أولى وتانية وتالتة ثانوي إن شاء الله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجات التأسيسية اللي بننزلها دي بتنفع لأولادنا في أولى سنة وتانية سنة وتالتة سنة، وأي حد عايز يتعلم اللغة الإنجليزية، دي أساسيات. النهاردة معانا زمن جديد من أزمنة الجرامر، وهو الـ Present Perfect Continuous، هنتكلم عنه النهاردة. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. طيب present perfect continuous يعني المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر اي زمن عشان اعرفه لازم اعرف فيه ثلاث حاجات: اعرف امتى هستخدمه، تكوينه ايه، السؤال بعمله ازاي، والنفي بعمله ازاي. هنبدا ونعرف انا بستخدمه ليه او هو بيعبر عن ايه. فبقول يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث بدا واستمر في الماضي، الماضي القريب، وقد يكون مازال مستمرا حتى حدوث الكلام أو انتهى توا، ولذلك فهو زمن استمرارية الحدث، وقد يستمر في المستقبل. يبقى قد يكون كان ماضي وخلص، وقد يستمر معايا، وقد يكون مازال مستمر في وقت حدوث الكلام، وقد يكون مازال هيستمر في المستقبل الجاي. نوضح الكلام ده اكتر. يعني ايه برضو؟ يعني بيستخدم زمن المضارع التام المستمر للتعبير عن موقف او حدث. الموقف او الحدث ده بدأ في الماضي وظل مستمرا في الوقت الحالي مع ذكر الوقت او المدة. مثال: We have been playing for hours. We have been playing for hours. كنا نلعب لساعات وما زلنا مستمرين في اللعب برضو، وقد نلعب في المستقبل. يبقى الخلاصة من الكلام ده كله إن المضارع التام المستمر بيستخدم المضارع التام المستمر للإشارة إلى وقت غير محدد بيقع بين الآن وما قبل الآن. عندما نستخدم المضارع التام المستمر فإن المتحدث غالبا ما يشير إلى فعل بدأ لكنه لم ينتهي بعد خلال المدة المشار إليها، ويكون التركيز في هذه الحالة على كل من استمرارية النشاط ونتيجته على حد سواء. قد يكون الفعل أو النشاط ما زال مستمرا أو انتهى للتو. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الـ Present Perfect Continuous أو المضارع التام المستمر بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر ومكمل في المستقبل. تاني خلاصة الكلام ده كله إن الـ Present Perfect Continuous المضارع التام المستمر بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر ومكمل في المستقبل. طيب ناخد بالنا بقى من ملحوظة مهمة جدا قبل ما نتكلم عن تكوينه والسؤال والنفي فيه بيبقوا ايه والكلمات الدالة عليه. الملحوظة دي ان هناك افعال لا تأتي في صيغة الاستمرار، فبالتالي ما يجيش معاها present perfect continuous، ما يجيش معاها. ايه هي الافعال دي؟ الافعال دي هتستخدم المضارع التام البسيط بدل من المضارع التام المستمر. الافعال دي اللي هي no و hate و hear و understand و want. No و hate و hear و understand و want. وخلي بالك بقى لان دي تركات الامتحان. يعني ايه دي تركات الامتحان؟ يبقى نخلي بالنا ان دي تركة من تركات الامتحان اللي ممكن يجي يسألني عليها، يجيب لي اختيار ويجيب لي معاه افعال من الافعال التي لا تأتي في صيغة الاستمرار. وبص رايحة تطلي في الاختيارات الـ Present Perfect Continuous المضارع التام المستمر عشان يغلطني. هيبقى غلط ساعتها لو اخترت مضارع تام مستمر، ولازم اختار مضارع تام بسيط. تعالوا نشوف الجمل زي I have wanted to visit China for years. هنا المفروض كنت أقول إيه؟ I have been ماشي visiting China for years. إنما لما جاب wanted ما ينفعش أستخدم want مع wanted المضارع التام المستمر. تاني حاجة she has known Robert since she was a child. هنا برضو جاب هنا هي have زائد الباست participle، has زائد الباست participle اللي هو المضارع التام البسيط، ما جابش معاه مضارع تام مستمر. ليه؟ لان الافعال دي ما تاخدش مضارع تام مستمر اللي هي wanted و known و hated و heard و understood.
أقول I have hated that music since I first heard it. I have heard a lot about you recently. You have understood everything. يبقى understood وheard وhated وknown وwanted دي أفعال ما ينفعش تيجي في صفة في صيغة الاستمرارية. فجبت قبليها have وجبت الفعل في الباست بارتيسيبل. طب have زائد الباست بارتيسيبل ده اسمه مضارع تام بسيط. يبقى المضارع التام البسيط هو المضارع التام العادي اللي احنا شرحناه قبل كده الحصة اللي فاتت، اللي هو بيتكون من has أو have على حسب الفاعل. لو الفاعل جمع اللي هو I و لو الفاعل we وzay ويو هياخد have، لو الفاعل وI هياخد have، لو الفاعل مفرد زي she وhe وit هياخد has زائد الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. فلو شفت في الجملة اللي عندي known أو want أو understand أو hear أو hate وجاب لي اختيار، هختار معاها المضارع التام البسيط، ما اختارش المضارع التام المستمر. تمام. طيب ملحوظة كمان، بيكثر استخدام المضارع التام المستمر مع أفعال الاستمرارية. طب إيه هي أفعال الاستمرارية دي؟ أفعال الاستمرارية دي زي teach و learn و rain و start و sleep و play و run، اللي هي الحاجة اللي تفضل مستمرة معايا. أنا لما بنام ما بنامش دقيقة، ده أنا بنام ببقى نايم في الوقت الحاضر ونايم في الماضي وممكن أنام للمستقبل لعدة ساعات، فدي اسمها أفعال استمرار. لما بتعلم برضو بتعلم دلوقتي وتعلمت قبل كده وبتعلم بعدين. الدنيا بتمطر، هي بتمطر الآن ومطرت من قبل كده بشوية ومازالت تمطر، فدي كلها أفعال استمرارية. فأفعال الاستمرارية دي أول ما أشوف في الجملة بتاعتي teach أو learn أو rain أو start أو sleep أو play أو run، أختار معاها present perfect continuous مضارع تام مستمر. طب إحنا عرفنا دلوقتي يعني إيه مضارع تام مستمر، بستخدمه عشان أعبر عن حاجة حدثت في الماضي وما زالت تحدث في الحاضر ومكملة للمستقبل. وعرفت كمان ملاحظتين مهمين، إن الأفعال teach و learn و rain و start و sleep و play و run بسميها أفعال استمرارية فبيجي معاها مضارع تام مستمر، إنما الأفعال التانية اللي هي know و hate و hear و understand و want دي أفعال بيجي معاها مضارع تام بسيط، ما ينفعش يجي معاها أفعال استمرارية. طيب تعالوا بقى نشوف، عايزين نعرف التكوين بتاع المضارع التام المستمر. بيتكون الفعل في زمن المضارع التام المستمر من جزئين، مضارع تام زائد been زائد verb plus ing. طيب have تيجي مع الجمع وhas مع المفرد وbeen زائد verb plus ing، يبقى ال present perfect continuous الفورم بتاعته has أو have زائد been plus verb plus ing. example يا miss they have been talking for a hour، كانوا يتحدثون لمدة ساعة. example كمان أحمد has been practicing this morning، كان أحمد يتدرب هذا الصباح. طبعا بين دي المفروض تبقى بين بي فور بول، يبقى اعدلوها بقى. أوكي طيب يبقى أنا كده كون معايا إيه، have زائد been زائد الفعل plus ing. وما انساش بقى الملاحظات اللي قلناها على ing قبل كده، قبل ما بحط ing للفعل لو في إيه بحذفها وحط ing. تمام. ولو في حرف ساكن قبليه حرف متحرك بضعف الحرف الاخير قبل ما احط الاي ان جي، فخلي بالي من النقطه دي. طيب تاني بقى، يبقى present perfect continuous بيتكون من has او have زائد been زائد verb plus ing. بقول they have been swimming، كانوا يسبحون وما زالوا. he has been watching tv، كان يشاهد التلفزيون وما زال. he has been playing guitar، بدا يلعب الجيتار وما زال. يبقى ثلاث حاجات يا جماعة لازم أعرفهم عن الزمن، لازم أعرف تكوينه، وأنا شايفة تكوينه معايا هو بيتكون من has أو have زائد been plus verb plus ing. أعرف بستخدمه إمتى، وقلت إن أنا بستخدمه لما بكون عايزة أتكلم عن حاجة حدثت في الماضي وما زالت مكملة معايا في الحاضر وما زالت مستمرة للمستقبل. تكوينه إيه والسؤال والنفي. تكوينه يا جماعة زي ما احنا قلنا have أو has been زائد verb plus ing. have مع ضمائر الجمع اللي هي I و we و you و they، و has مع ضمائر المفرد اللي هو he و she و it. I have been studying all day، و all day دي من الكيوردز أو العلامة الكلمات الدالة على الزمن. لما بلاقي كلمة all الجملة بتاعتي بتدل هنا على مضارع تام مستمر.
تمام. طيب السؤال في زمن المضارع المستمر بيكون ازاي؟ انا عندي نوعين من الاسئلة، سؤال بهل بالفعل المساعد وسؤال بالدبليو اتش. طب السؤال بهل اللي هو الفعل المساعد هاز او هاف، هقدمه على الفاعل بعمل المقص، هيبقى هاز او هاف زائد الفاعل زائد بين بلس فيرب بلس اي ان جي، وده الاجابة بتاعته بتكون يا اما بياس يا اما بنو، ممكن اجابة مختصرة ممكن اجابة كاملة. ناخد مثال، has he been watching TV؟ يعني هل كان مستمرا في مشاهدة التلفزيون؟ يبقى الإجابة بتاعتها هيبقى he yes he has أو no he hasn't أو has not. المثال كمان have you have they been working all the night؟ هل كانوا مستمرين في العمل طوال الليل؟ no they haven't أو yes they have. النفي هننفي هذا الزمن الوضع نوت بعد هاز او هاف، هتبقى هافنت بين بلس اي ان جي او هازنت بين بلس اي ان جي. يبقى للنفي بضع نوت او بضع نوت التانية اللي هي مختصره بالابوستروف او بضع نيفر، بس اخلي بالي من الجمله المنفيه بنيفر والجمله المنفيه بنوت، لان الاثنين نفي بس بتختلف في معنى. نوت انا ما عملتش الحاجه دي دلوقتي بس ممكن اعملها بعدين، نيفر انا ما عملتش حاجه دي لا دلوقتي ولا قبل كده ولا هعملها بعدين، فاخلي بالي من اختلاف المعنى. يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث زي ما قلنا بدا واستمر في الماضي، وقد يكون مازال مستمر وقت حدوث الكلام اللي انا بتكلم فيه، وربما يستمر برضو في المستقبل. يبقى بيتكون من has و have زائد been زائد verb plus ing، والاجابه بتاعته بتاعت السؤال بتكون بياس او نو. example has he been doing exercises، هل كان مستمرا في ممارسه التمارين؟ يبقى الانسر yes he has او no he hasn't. الكلمات الدالة عليه بقى all زائد أي حاجة، all night all day for و since، ودولت مهمين قوي، أكتر حاجة هيسألني عليهم في الزمن ده هما for و since والفرق بينهم، وهنشرحهم دلوقتي. all زي ما قلنا recently lately still يعني ما زال، lately مؤخرا recently مؤخرا، all يعني برضو جميع أو كل، all بقى زائد أي حاجة، all day all night all week all month all year أي حاجة، all زائد أي حاجة، دي الكلمات الدالة عليه. يبقى الكيوردز اللي بتدل عليه all و whole و still و for و since وبرضو recently و lately، أي ما بشوفهم في الجملة أختار مضارع تام مستمر اللي هو present perfect continuous. طيب عايز اعرف بقى الفرق بين الفور والسنس، ودوت مهم جدا. فور بيأتي بعدها an hour a day a week a month a year a season the last a long time a short time ages. نقولهم تاني، فور يجي بعديها an hour and a day a week a month a year a season the last a long time a short time ages. طيب استخدامات since و for بطريقة سهلة جدا، since تيجي معاها بداية المدة الزمنية، since تيجي معاها بداية المدة الزمنية، إنما for هتيجي المدة الزمنية نفسها، since هيجي معاها بداية المدة الزمنية، إنما for هيجي معاها بداية المدة الزمنية نفسها. يعني إيه؟ عايزين أمثلة. since هيجي معاها أزمنة تامة بس، يعني تيجي معاها has و have زائد past participle أو have و has زائد been زائد verb plus ing، أحيانا بسيطة لما تيجي مع الماضي البسيط، إنما for بتيجي مع جميع الأزمنة، for هتجيب لي المدة كلها طول المدة اللي عندي، إنما since هتجيب لي مدة محددة. أقول مثلا for a long time ages hour 10 3 2 months 4 20 minutes 5 days 6 months 50 years a long time ages، كل الحاجات دي لو لقيتها في الفراغ بختار 4. since بقى يجي بعديها السنين 2005 1995 2001 اي ما الاقي سنه اختار since. يجي معاها كلمه yesterday، لو لقيت yesterday اختار قبلها since، اقول since yesterday مش for yesterday. لو لقيت last يبقى since last last week last month، بس قبليهم يبقى since. A clock لقيت أي ساعة عندي اللي هي مثلا 6 p.m. يبقى 6 يبقى since 6 p.m. مثلا أو 6 o'clock وهكذا. فترات اليوم تيجي بعد since، أقول مثلا since morning since evening since midnight
since night وهكذا. أيام الأسبوع اللي هو مثلا Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, أي يوم من أيام الأسبوع يجي أحط قبلي since. أسماء الشهور أكتوبر, ديسمبر, سبتمبر, جولاي, ماي, جون, كله أسماء الشهور يتحط قبليها since. الفصول بتاعت السنة بتاعتي اللي هو مثلا Winter, Autumn, Summer, سبرينج, اي اسم من اسماء فصول السنه يتحط قبليه سينس. كلمه زن لما بلاقيها معناها يعني ثم, اقول سينس زن. تمام, يبقى كده فرقنا بين سينس وبين فور, ودي الحته المهمه قوي في الدرس اللي هتتسال عليها. فالدرس لو اتسالت عليه هيكون جايب لك كلمه من الكلمات الداله على الزمن, وتلاقيه مدينك اختيارات. اي ما تلاقي اول او فور او سينس او هول او ستيل او ريسنتلي او ليتلي, نختار مضارع تام مستمر اللي بيتكون من ايه يا جماعه؟ من هاز او هاف زائد بين زائد فيرب بلس اي ان جي. طيب دي حاجه. تاني حاجه هيجيب لي الافعال اللي ما بتجيش معاها استمراريه زي نو واندرستاند والحاجات دي, وتبص تلاقيه بيخيرني ما بين مضارع تام او مضارع تام مستمر. طبعا ما ينفعش اجيب معاه مضارع تام مستمر لان الافعال دي ما بتجيش معاها الاستمراريه, هختار ساعتها مضارع تام بسيط او مضارع تام اللي هو خدناه الحصه اللي فاتت اللي هو هاف او هاز زائد باست بارتيسيبل. هتلاقي بعد كده مجموعه من الافعال الاستمراريه اللي بيجي معاها present perfect continuous او مضارع تام مستمر, اللي هي زي rain, زي run, زي learn. الاقيها وبرده يخيرني في الاختيارات ما بين المضارع التام والمضارع التام المستمر, ساعتها اختار مضارع تام مستمر. هي دي الاجزاء اللي ممكن يلعب عليها ويجيبها لي في الامتحان, والجزئيه الاكيده ما بين for و since. هو ده اللعب كله فيه. وتعالوا نفهم من خلال الامثله اكتر بقى القاعده النظري اللي احنا شرحناها. بقول examples: I have been working for this company since 2014. I have been working for this company since 2014. Have زائد been زائد verb plus ing, يبقى دوت زمن present perfect continuous مضارع تام مستمر. طيب هنا الجملة عندي كان فيها سنة اللي هي 2014, يجيب لي في الاختيارات اختار فور ولا اختار سينس. انا هختار سينس لان سينس هي اللي بيجي معاها السنين او بيجي وراها السنين. اقول I have been studying, ها have زائد been زائد verb plus ing, يبقى ده present perfect continuous. هنا شفت ساعة اللي هو 7 AM o'clock اهي ساعة, يبقى قبليها اجيب since ما اجيبش for, زي ما اتفقنا امتى ناخد since وامتى ناخد for. I have been doing this for a long time. كلمة long time بتيجي بعد for, a long time, a short time. طالما شفت a long time او short time او year يبقى هختار فور. انما لو ما شفتش كلمه يير بس شفت سنه زي 2002 2003 ساعتها اختار سينس. اخلي بالي قوي من الحاجات دي. She has been training since she was 5. She has been training since she was 5. has زائد been زائد verb plus ing يبقى مضارع تام مستمر. طيب هنا سينس عشان هنا ايه قال لي she was 5 لما كانت 5 سنين. طب لو عايزه احول الجمله دي لفور, هي مثلا النهارده عندها 30 سنه واتدربت من وهي عندها 5 سنين, يبقى عايزه اقول بتتدرب بقالها كام؟ اطرح بقى 5 من 30 25, يبقى هتقول اتدربت بقالها 25 سنه. نقولها ازاي؟ اقول she has been training for 25 years, يبقى ساعتها اخد for 25 years. اتفهمت؟ طيب ناخد كمان واحده. I have been doing this for a long time. خدناها قبل كده. طيب she has been playing football since 205. she has been playing football since 205. يبقى has زائد been زائد verb plus ing, since جه بعديها السنه. طب هنا 205 واحنا النهارده 220, عايزه احولها ل 4, المسافه بينهم 15, يبقى اقول 4 15 years. تمام. She has been playing football since 205, أو he has been playing football for 15 years اللي هو المسافة بين 205 و 220. طيب تعالوا نشوف برضو المثال ده. I have lived in England, أقول for ولا since 10 years. ها طالما جاب لي 10 years يبقى هي يبقى for 10 years اللي هي المدة كاملة. إنما كنت مثلا أقول since مثلا 10 years وإحنا هنا 2020 يبقى 2010, أقول مثلا since 210 ساعتها كنت هقولها كده. إنما
طالما هنا في 10 years اختار 4. He has studied English since ولا 4 1990. جايب لي السنة ذات نفسها، يبقى اقول since، ما ننساش بقى الحاجات دي. طيب احنا اتفقنا ان 4 بيجي مع كل الأزمنة، فممكن يجي معاها ماضي بسيط انما او مضارع تام او مضارع تام مستمر، انما since دايما بيجي معاها المضارع التام المستمر. فهنا امثلة بقى، I lived here for 5 years، يبقى ممكن يجي معاها مع 4، ممكن يجي ماضي بسيط عادي اهو، اللي هو بيتكون من التصريف التاني للفعل، اللي هو الفعل مضاف له ed او دي، لو فعل عادي لو فعل شاذ بحفظه. مضارع تام I have lived، اللي هو have زائد الباست participle التصريف التالت للفعل. يبقى 4 ممكن يجي مع كذا زمن، ممكن يجي مع المضارع التام، ممكن يجي مع المضارع التام المستمر، ممكن يجي مع الماضي البسيط وهكذا. طيب جملة اكتر افهم بيها 4 و since. هنا انا عايزه اتكلم واقول عن حاجه بعملها الساعه 9 صباحا، فبقول I have been waiting for you. طيب دلوقتي الساعه 9 صباحا ماشي، وهو مثلا متفق معايا ان هو هيجي الساعه 8:30، فانا ايه، هو الساعه 9 هو لسه ما جاش، فعايزه اقول ان انا واقف مستنيه بقالي 30 دقيقه، يبقى I have been waiting for you for 30 minutes، اللي هو الفرق ما بين الساعه دلوقتي والساعه اللي انا جيت عشان استناك فيها. لو عايزه احول الجمله دي لسينس، يبقى سينس بدايه المده اللي انا جيت فيها، يبقى سينس 8 and half او باص او 8 and half او 8 باست 30 اللي هو 8:30. يبقى سينس بجيب منها معاها بداية المدة اللي انا جيت فيها، انما 4 بجيب معاها المدة كاملة. سينس بجيب بداية المدة اللي هو انا جيت استندك من الساعة 8:30، انما 4 بجيب معاها المدة كاملة اللي هو انا جيت لك الساعة 8:30 والساعة دلوقتي 9، يبقى الفرق بينهم 30 دقيقة، يبقى انا مستنيك بقالي 30 دقيقة. فهمنا المعنى؟ طيب I have been working here، هختار since ولا 4؟ لقيت 10 years، طالما لقيت عدد سنين يبقى اختار 4 اللي هو المدة كاملة. لو هنا جاب لي 220 مثلا يبقى كنت اختار since. اهو I have been working here 207، يبقى هنا اجيب since. ليه؟ لان هو هنا جاب لي بداية المدة، ما جابليش المدة كلها. I have worked here برضو 3 years، طالما في كلمة years ونمبر يبقى اختار 4 على طول. يبقى I have been making videos on YouTube for 5 years مثلا، يبقى هنا since هتاخد لي ايه، هتاخد لي المسافة. انا مثلا النهاردة في 2020 او 2017 او 2018، يبقى انا معناها كده بدأت من 2012، فهقول يبقى since 212 وهكذا. يبقى since بيجي معاها بداية المدة، انما 4 بيجيب معاها المدة كاملة. علي hasn't shown up yesterday، كلمة yesterday بجيب معاها ايه؟ بجيب معاها 4 ولا بجيب معاها since؟ يلا ها test yourself كده وحلوها، هتلاقوا في الكلمات انا جايبه لكم 4 و since بيجي مع دي ايه ومع دي ايه. فاقول علي hasn't shown up for yesterday ولا since yesterday؟ ها ايوه ها، سامع اللي بيجاوب ها. طيب واحدة كمان test yourself، I have studied not 3 hours، يبقى 4 ولا since؟ 3 hours، حدد لي ساعات، جاب لي الاورز وجاب لي الرقم، يبقى 4 ولا since؟ ها يبقى I have been studying since، عشان معديها o'clock اللي هي 10 a.m. 10 a.m. يبقى هنا ايه o'clock، يبقى اخترت ايه since. علي hasn't shown up not graduation، يبقى for graduation ولا since graduation، يعني ما شفتش علي من يوم التخرج. التخرج ده كان يوم واحد، ها فترة كده ايه محددة، يوم واحد ما شفتوش من ساعة التخرج، يبقى اختار since ولا اختار for؟ ها يبقى since graduation، لان هنا جاب لي بداية المدة. I have waited for you، ها جاب لي 30 minutes، جاب لي رقم وبعديه minutes، يبقى اختار for. I have been waiting for you for 30 minutes. تعالوا نشوف examples كمان. She has been living in Toronto for 5 years. هي كانت ساكنة في تورنتو for 5 years. أفهم إيه من الجملة دي؟ أفهم إن هي كانت في الماضي ساكنة في تورنتو، وفي الوقت الحاضر هي مازالت ساكنة في تورنتو، وفي المستقبل مكملة إن هي قاعدة في تورنتو برضو. عشان كده استخدمت زمن present perfect continuous مضارع تام مستمر. He has been studying since 7 o'clock. عشان كلمة o'clock حطيت since. وهنا هي بتذاكر من الساعة 7 الصبح.
I have been sitting here since 3 o'clock. أنا كنت قاعدة هنا لحد من الساعة 3، من الساعة 3 وهكذا. طب يلا نشوف بقى الكويز اللي هنقوله مع بعض. طيب نحل الكويز بقى دوت ونبعته يا إما على الواتساب يا إما على التليجرام يا إما على جروب الفيسبوك أو صفحة الفيسبوك أو أسهل حاجة في التعليقات يعني. هومورك بقى الكويز ده كده عشان نشوف فهمنا مع بعض ولا لأ. I know at all morning I am tired. طيب هنا all morning all زائد أي حاجة يبقى بتدل معايا على present perfect continuous. present perfect continuous يعني بيتكون من have أو has زائد been زائد verb plus ing. يبقى هختار have worked ولا have been working ولا has working ولا has been working. حلو بعتولي. sorry about the mess we not at the walls. أسفين يعني على الفوضى، إحنا كنا بندهن الحيطة. هختار have painted ولا has painted ولا have been painting ولا have painting. وتقولوا لي هعرف الزمن هنا منين؟ هقول لكم الجملة بتقول إن إحنا آسفين على الفوضى، إن الفوضى دي ما كانتش موجودة وخلصت، يعني كان في فوضى وما زالت الفوضى مستمرة ويمكن هتستمر المستقبل لأن إحنا ما زلنا بندهن الحيطة بتاعتنا. فمن معنى الكلام كده أختار زمن إيه فيهم؟ حلو بعتولي. You look tired. Yes, I. Yes, I have run. ولا has running. ولا have run. ولا have been running. وأخلي بالي إن run دوت من أفعال الاستمرارية. زي learn. زي sleep. زي study. أفعال الاستمرارية دي هيجي معها إيه؟ خلوا بالكم. رجعوا للملاحظة في الفيديو كده وحلوا. I have been playing football. Have been playing football. أهو زمن present perfect continuous. ناخد معاه two hours ago ولا all day ولا yesterday ولا tomorrow. مين هنا كلمة من الكلمات الدالة على زمن ال present perfect continuous فالمفروض إن أنا أختارها. حلو بعتولي. We not raising money for charity. Haven't. Hasn't been. Have not been. Has been. هنا جايب لي verb plus ing. قبلي أحط إيه؟ وجايب لي we. سواء بقى منفية سواء مثبتة، المهم يبقى التكوين بتاعي صح. شوفوا هنا التكوين بتاع ال present perfect continuous عشان يبقى فيه verb plus ing هيكون أنهي اختيار من دولة؟ وحلوه وبعتولي. كده انا خلصت شرح الـ present perfect continuous. تهتموا بيه، هو مش هيجيلك تعملوا سؤال، انما تهتم بالنفي تبقى عارفه بيتكون من ايه، تهتم بالكلمات الداله عليه، بالفرق بين for و since، بين الشواذ اللي فيه اللي هو ايه هي الافعال اللي بتيجي معاها استمراريه وايه هي الافعال اللي ما بيجيش معاها استمراريه، لان الحاجات دي والنقط دي هي النقط اللي هبيسالك فيها في الامتحان. اي سؤال اي استفسار اي جزئيه عايزيني اشرحها اكتبوا لي في التعليقات. اي حد مش فاهم اي حاجه واحنا هنمشي فيديوهات تاسيسيه زي ما احنا ماشيين زائد شرح المنهج. وكده أنا وصلت لنهاية حلقتي النهاردة. أي حد محتاج أي حاجة يراسلني. وكل سنة وانتم طيبين. With my best wishes. كانت معكم منارة العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.